رسم نور. اليوم رانا متواجدين عند الحاج محمد مخرد، هذا المعمر تاعنا، هذا تاع دائره مسرى، راه في عمره 96 سنه، ربي يبارك ويطول في عمره ان شاء الله ويعطينا البركه تاعو. ومعنا الشيخ انا تاع الجمع، معنا رئيس جمعيه الهلال الخيريه من الحاج شارف ان شاء الله تاعنا بالحميده، ومعايا الشيخ الحاج تازي. الحاج تازي، متشرفين بك الشيخ. ومعنا النائب نتاعي الحاج قايبيش، متشرفين بكم. الحاج شارف، اليوم جيت عند الحاج محمد، الزياره هذه فيما يخص واش؟ تفضل. زياره هذا حبيب الوالدين. ايوه. جينا نكرمو اليوم. وهذا حبيب الوالدين، انسان راه كبير في السن. ايوه. جينا ان شاء الله نقولوا ربي يطول في عمره. ونتمنوا له اليوم اللي بقاو جينا ان شاء الله. ان شاء الله. امين رب العالمين. بارك الله فيك. عمي الحاج، اعطيني كلمه، واش تقول لنا؟ انت يا راك البركه تاعنا تاع مسرى، واش تقول لنا؟ تفضل الحاج. السلام عليكم. امين. والله يا رب العالمين ان شاء الله يجيبكم باش تكونوا. امين يا رب. باش تكونوا في الذريات. امين. باش تكونوا صويا يديكم. امين يا رب. امين. الحاجه اللي تبغوها ان شاء الله نطلبوا رب العالمين تكون واجده ان شاء الله يا ربي. امين. والله يجعلكم من الذين لقوا عليهم ولم يحزنوا قدوه ان شاء الله. ان شاء الله من جهنم الشفيع ان شاء الله. واش الحاج محمد، واش تقول لنا كلمه للجزائر نتاعنا الحبيبه هذه، واش تقول لنا لها؟ تفضل. الله ينصرها. امين. امين. الله ينصرها. امين. الله ينصرها يوم. امين. امين. الله يمكوس عليها 27. امين. امين ان شاء الله. الله يجعل رب العالمين يحفظ البلاد ان شاء الله. يحفظ البلاد ان شاء الله. ان شاء الله. والله يشافي رئيسنا ثاني. الله يشافيه رئيسنا. بارك الله فيك. الشيخ تازي، مرحبا بك على قناه رستم نور. واش تقول لنا كلمه تكمله واش قال الحاج محمد؟ الله يبارك فيكم ان شاء الله، جزاكم الله خير بهذا التكريم للحاج محمد. ايوه. راه كبير السن ونلتمس منه كل البركه. امين. امين. وراه كما تعلمون انا المعلم هنايا، وراه يجي عندي. واه. ودائما نلتمس منه كل البركات. ان شاء الله. وكذلك نقول لكم انتم الله يحفظكم ان شاء الله. امين. جزاكم الله كل الخير ان شاء الله باذن الله. ولا يجعل كل خطوه تخطوها الا بألف حسنه ان شاء الله. يا ربي. امين. يا ربي. امين ان شاء الله. وكذلك نطلب لهذا الوطن النصر. النصر ان شاء الله باذن الله. الله يرحم الشهداء. امين. امين. يرحم الشهداء الابرار. امين يا رب. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سي الحاج قايبيش، توجور كالعاده مع قناه رستم نور، واش تقولنا تكمله للمشيخه واش قالت؟ تفضل. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، نقدم اعلى واجمل وأهنى تحية لصديق الوالد الحاج محمد مقرد تاعنا، صديق الوالدين وحبيب الوالدين، ورجل من المنطقة تاعنا، ومعروف بالأخلاق تاعو الفاضلة، والمعروف بالسماحة تاعو واللطافة مع الجميع. ونتقدم الشكر كذلك للحاج تازي معلم القرآن في المسجد هذا، ونشكر جمعية الهلال وعلى رأسها الحاج شارف بن حميدة على هذه الالتفاتة الطيبة، بما أن الحاج محمد أصبح من المعمرين منطقة دائرة مازرة، وقد تجاوز سنه 96 سنة. ونتقدم بالشكر الجزيل كذلك لقناة رستم الدائمة التي لا تفوت مثل هذه الفرص. كما أسأل الله عز وجل لهذا البلد وهذا البلد الجزائر بإذن الله لن يسقط. أمين. لن يسقط ولن يتردى في أوحال الفتنة أبدا. يا ربي. أبدا. يا ربي. ما دام في هذا الوطن العزيز أمثل هؤلاء الرجال، والله لا خوف على هذا الوطن. نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يتمها علينا، وأن يحفظ اللهم كل خير في هذا البلد، ورحم الله شهداءنا، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ربي يحفظكم إن شاء الله. مشكورين. مشكورين. الله يبارك. أمين. أمين إن شاء الله. أمين. أمين. أمين الحاج محمد خويا. أمين. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. يا مستمر يعني. كنت عندها يمس. واه.